مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم La Langue Française، ومرحبا بكم أيضا في هذا الفيديو الجديد الذي سأستعمل فيه كلمات وأضدادها. مثلا en avance، en retard، lentement، vite، pour، contre، en haut, en bas, devant, derrière, lente, rapide, chaud, froid, tôt, tard, au-dessus, au-dessous. هاتي الكلمات سأقوم بترجمتها إلى اللغة العربية، وأيضا سأقوم بتركيب جمل باستعمال هاتي الكلمات وأيضا ترجمة هذه الجمل إلى اللغة العربية، وهي طريقة سهلة وبسيطة لتعلم اللغة الفرنسية. فقط تابعوا معي الفيديو إلى الأخير وستعلمون اللغة الفرنسية. وأطلب منكم فقط مشاهدينا الكرام مشاركة الفيديو عبر الواتساب، وأيضا الضغط على اشتراك أو سابوني أو انسكريبسيون أو سبسكرايب. وشكرا لكم، وسأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس ب en avance مبكر و en retard متأخر. سأكتب المثال وبعد ذلك سأشرح كل كلمة لوحدها. Il est toujours en avance car il déteste être en retard. Il est toujours en avance car il déteste être en retard. Il est أي هو toujours دائما en avance يكون مبكرا، أي يأتي مبكرا، يأتي قبل الوقت المحدد. car لأن il déteste لأنه يكره déteste يكره être en retard أن يكون متأخر، أن يكون متأخرا. en retard متأخر أي يعني يأتي بعد الوقت المحدد. مثلا en avance يذهب الشخص إلى عمله قبل وقت العمل بنصف ساعة أو ساعة، نقول أن هذا الشخص يذهب مبكرا إلى عمله en avance. en retard أي يذهب متأخرا إلى عمله، يعني أنه يأتي بعد الوقت بعد وقت العمل بنصف ساعة أو ساعة أو ساعتين. Il est toujours en avance car il déteste être en retard. هو دائما يكون مبكرا لأنه يكره أن يكون متأخرا. انتقوا معي الجمل لكي تستفيدوا أكثر. Il est toujours en avance car il déteste être en retard. وأيضا أطلب منكم إحضار قلم ومذكرة وكتابة هاته الجمل وترجمتها، وأيضا محاولة نطق هاته الكلمات. سأمر إلى lentement ببطء، vite بسرعة. lentement ببطء، vite بسرعة. مثلا il travaille lentement moi je travaille vite. il travaille lentement il travaille يعمل، و le verbe travailler au présent je travaille tu travailles il travaille. lentement ببطء moi انا je travaille اعمل vite بسرعه. il travaille lentement يعمل ببطء moi je travaille vite انا اعمل بسرعه. lentement تعني ببطء و vite تعني بسرعه. سامر الى pour. pour تعني مع و contre تعني ضد. pour تعني مع، مثلا je suis pour انا مع، je suis contre انا ضد. سأكتب مثلا il est pour cette idée et moi je suis contre. il est هو مع، il est pour هو، il est هو، pour مع cette idée الفكرة او هذه الفكرة. Et moi, je suis contre. Et moi, Anna, je suis contre
ضد وأنا ضد ست يعني هذه إلي بو سيتدي هو مع هذه الفكرة إموا je suis contre وأنا ضد pour تعني مع وcontre تعني ضد. مشاهدينا الكرام هذا الدرس بالضبط أطلب منكم مشاركته عبر الواتساب والفيسبوك ضغط على مشاركة والضغط على الواتساب أو الفيسبوك لتشاركه مع أصدقائك وشكرا لكم وسأكمل الدرس وأشكركم كثيرا مشاهدينا الكرام على تعليقاتكم أوهو في الأعلى أوبا في الأسفل أوهو تعني في الأعلى أوبا تعني في الأسفل Il y a des lits superposés. Tu préfères dormir en haut ou en bas? Il y a هناك des lits assis superposés بطابقين. Superposé يعني عندما يكون سرير فوق سرير. سرير فوق سرير فهاتي تسمى أسرة بطابقين أي لي سوبربوزي لي وهو السرير دي لي مجموعة سرير أي أسرة بطابقين سوبربوزي سوبربوزي تي بريفير مثلا مثلا هناك أسرة بطابقين في هذه الغرفة Tu préfères, هل تفضل, dormir النوم en haut, في الأعلى, في أعلى, ou en bas, أو, ou, تعني, أو, en bas, في أسفل. قلنا, هناك أسرة بطابقين, il y a des lits superposés, لا توجد هنا في هذه الغرفة, عفوا مشاهدينا الكرام اعتذر tu préfères هل تفضل dormir النوم en haut في اعلى او en bas او في اسفل يعني en haut تعني في الاعلى en bas تعني في الاسفل سامر الان الى devant و derrière devant تعني امام contre derrière تعني خلف devant تعني أمام derrière تعني خلف il y a une cour devant la maison et un jardin derrière il y a une cour devant la maison et un jardin derrière il y a هناك une cour فناء devant أمام la maison المنزل et un jardin وحديقة derrière في الخلف il y a une cour devant la maison et un jardin derrière هناك فناء أمام المنزل وحديقة في الخلف devant تعني أمام مثلا أمامي مباشرة توجد مدرسة il y a une école devant moi مثلا il y a une école devant moi أي نقول devant لشيء أمامي و derrière لشيء خلفي أو خلف شيء آخر devant تعني أمام و derrière تعني خلف الآن سأمر إلى lent و rapide لونت ورابيد بطيئة رابيد سريعة قلنا قبل ببطء وبسرعة أي لونتومون ببطء فيت بسرعة والآن نقول لونت وليس لونتومون بطيئة ورابيد سريعة تا كونيكسيون ا انترنت est trop lente, il te faut une connexion rapide.
rapide. Ta connexion à Internet est trop lente, il te faut une connexion rapide. Ta connexion est chabakat à Internet. Ta connexion à Internet, chabakat l'Internet, ta t'ani tabaka, ta connexion à Internet, chabakat l'Internet tabaka est trop lente, bati atun jidan. Il te faut yenbari laka. Te t'ani laka, te t'ani laka, il te faut yenbari laka. Une connexion à Shabakat Internet ou Shabaka rapide, seria. Shabakat Internet Tabaka Bati Ajiden, Yenbari Laka Shabaka, seria. Connexion Shabaka ou Ittisal. L'ont Nakolo Bati A ou rapide, seria. Al-Ans Amuru Ila Show Wafhoa. Show Har. Froid, bérit. Chaud, har, froid, bérit. Il fait chaud en été et froid en hiver. Il fait chaud, al-jou, har. Indama, tartafi'u darajat al-harara, darajat harat al-jou, naqulu, il fait chaud. Matalan, fi sahara, نقول الفيشو أي الجو حار وفي القطب الشمالي نقول الفي فخوا أي الجو بارد الفيشو الجو حار أونيتي في فصل الصيف أي فخوا أونيفير أي وبارد فخوا وبارد أونيفير في فصل الشتاء été فصل الصيف hiver فصل الشتاء الجو حار في فصل عفوا اعتذر فصل الصيف un été et froid ou بارد في فصل الشتاء يعني الشو عكس فخوا سأمر الآن إلى تو وطار تو باكر طار متأخر Lui, il se lève tôt. Elle se lève tard. Lui, huwa. Lui, il se lève tôt. Elle se lève tard. Huwa. Il se lève, yanhado. Il, l'ilmudkar. Ou elle, deux L, l'ilmuannat. Il se lève, yanhado, tôt, mubakiran. Elle se lève, wahia, tanhado, tar, mutaakhira. Lui, il se lève tôt, elle se lève tar, wahia, tanhado, mutaakhira. Ay, bakir, tôt, tar, mutaakhir. Au-dessus, fawqa, au-dessous, تحت او دوسي فوق او دوسو تحت او دوسي فوق مثلا لا طابل او دوسي تحت مثلا لا طابل ساعطيكم مثال لو شا او مثلا لا بوم لا بوم او دوسي دو لا طابل با او دوسو مثلا با او دوسو La pomme au-dessus de la table, pas au-dessous. La pomme at-tufaha au-dessus ay-fawqa de la table at-tawila, pas au-dessous ay-walaysa taht. Walaysa taht. Le farq bayna au-dessus wa au-dessous hiya o. Faqat. نضيف او فيصبح فوق ونحذف تحت عفوا تحت ونحذف او ليصبح فوق او دوسي او دوسو او دوسو تحت او دوسي فوق
يعني الفرق او لكي تعرفوا الفرق. لا بوم او دوسو دو لا تابل با با او دوسو. ساقرا فقط لي كونترير اي المتضاد الكلمات المتضاده. اون افونس مبكر اون روتار متاخر. هنا في الحضور في الوقت مثلا. لونتومون ببطء فيت بسرعه. بور مع كونتر ضد. اون هو في الاعلى اون با في الاسفل. ديفون امام ديرير خلف. لونت بطيئه رابيد سريعه. شو حار فخوا بارد. تو باكر طار متاخر. او دوسو فوق او دوسو تحت. مشاهدينا الكرام اشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، واطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. واطلب منكم ايضا مشاهدينا الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك او سابوني او انسكريبسيون وهي بالزر الاحمر اسفل الفيديو، وايضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.